في بعض كتب التاريخ في جرائم لن ينساها التاريخ، زي ما حصل مع النبي الكريم اللي احنا هنحكي قصته النهاردة. نبي كريم قتل هو وابنه ظلما وبهتانا، كان ليه موقف شهير مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب موته فقال له قتلني إبليس. نتكلم النهاردة عن سيدنا زكريا وتفاصيل أحداث قصته عجيبة والمثيرة. لكن قبل ما احكي لك القصة باحداثها وتفاصيلها، شرفني جدا اشتراكك في القناة، وما تنساش تعمل لايك عشان تساعد في انتشار الحلقة دي. سيدنا زكريا عليه السلام قصته جميلة جدا ومشوقة. سيدنا زكريا اتذكر في الديانات السماوية الثلاث، فهو في التوراة مذكور باسم زكريا بن برخية، احد الانبياء الصغار بحسب العهد القديم. وفي الديانة المسيحية اتذكر في الانجيل انه والد يوحنا المعمدان، ويوحنا المعمدان بحسب الديانة المسيحية هو سيدنا يحيى عليه السلام. اما في القرآن الكريم فاتذكر سيدنا زكريا عليه السلام في سورة آل عمران والأنعام ومريم وسورة الأنبياء. أما عن نسبه فهو زكريا بن برخية. انتهي نسب سيدنا زكريا ليهوذا ابن سيدنا يعقوب عليه السلام. أما عن ولادته فقد ولد سيدنا زكريا عليه السلام في القرن الأول قبل الميلاد في مدينة الخليل، وأرسل سيدنا زكريا نبيا لبني إسرائيل يدعوهم للحق ولعبادة الله الواحد الأحد. وعاش سيدنا زكريا متفاني في دعوة بني إسرائيل لعبادة الله الواحد الأحد. كان عمران والد ستنا مريم العذراء معاصر لسيدنا زكريا عليه السلام، وكان عمران من المؤمنين بدعوة سيدنا زكريا عليه السلام. أما عن عمران فعمران كان متزوج من مرأة ذكرت في بعض الروايات باسم حنة. عمران عاش لمدة 30 سنة ولم يرزقه الله سبحانه وتعالى بالذرية. ولما حملت حنة نظرت ما في بطنها لخدمة الرب سبحانه وتعالى للشكر والامتنان. حنا ام ستنا مريم كانت بتفكر ان هي تعمل في ولد، ولما رزقها ربنا سبحانه وتعالى ستنا مريم وفت بنظرها وبعتت ستنا مريم لخدمة بيت المقدس، وده كان حادث فريد من نوعه، ما كانش فيه بنات بتخدم بيت المقدس، وكانت ستنا مريم اول بنت تروح لخدمة بيت المقدس. وبعدها بفترة مات عمران والد ستنا مريم عشان يتنافس الكهنة وخدمة بيت المقدس على كفالة ستنا مريم لما كان لأبيها من خصال حسنة. وأصر سيدنا زكريا على كفالة مريم لعلها تبرد نار الاشتياق للذرية، فكان سيدنا زكريا ربنا في الوقت ده ما رزقهوش بالذرية. وقد كان بعد مناوشات كتير بين سيدنا زكريا وبين الكهنة تكفلها سيدنا زكريا، وكانت ستنا مريم لها المحراب الخاص في قلب بيت المقدس اللي بتتعبد فيه، زي ما احنا عارفين. وذكر في القرآن الكريم ان كل ما يدخل عليها سيدنا زكريا المحراب او مكان العبادة الخاص بيها لاقي عندها خير كتير، فيسألها يا مريم ان لك هذا؟ ترد ستنا مريم وتقول له هو من عند الله. بعض المفسرين في النقطة دي بتقول ان سيدنا زكريا كان بيلاقي عندها فاكهة الصيف في فصل الشتاء وفاكهة الشتاء في فصل الصيف، وكان سيدنا زكريا دائم الدعاء لله سبحانه وتعالى عشان يرزقه ولد يرث منه النبوة والشريعة. فكانت له البشرى وهو قائم يصلي في المحراب، بشره ربنا سبحانه وتعالى بسيدنا يحيى عشان يتذكر سيدنا زكريا وسيدنا يحيى في سورة آل عمران وفي سورة مريم. ربى سيدنا يحيى عليه السلام في كنف سيدنا زكريا، وكان سيدنا زكريا شديد التعلق بسيدنا يحيى وكان بيخاف عليه من غدر بني إسرائيل. وكان سيدنا يحيى عليه السلام لا يخشى قول الحق حتى لو الامر كلفه حياته، حتى قتل سيدنا يحيى عليه السلام ظلما وبهتانا. تبدأ هنا مأساة سيدنا زكريا عليه السلام. وفي علاقة موت سيدنا زكريا بسيدنا يحيى ففي روايات عديدة، منهم رواية بتقول ان بعد قتل سيدنا يحيى عليه السلام وفوران الدم وخسفان الارض مات الملك والحاشية، غضبوا الجنود على موت الملك بتاعهم وراحوا عشان ينتقموا من سيدنا زكريا عليه السلام، وده بعد
بعد ما عرفوا ان اللي خسف القصر بتاع الملك وقتله هو والحاشية رب يحيى ورب زكريا، ولكن النذير كان سبقهم وراح لسيدنا زكريا. رب سيدنا زكريا وراح عند شجرة معينة افتكروا كويس جدا الشجرة دي. اما الرواية التانية بتقول ان بعد ما الملك قتل سيدنا يحيى عليه السلام بعت الجنود عشان يجيبوا له سيدنا زكريا عشان يقتله عشان ما يقلبش عليه القوم ويخلي القوم يغضبوا عليه. وصل الخبر لسيدنا زكريا اللي جرى لغاية لما وصل للشجرة. دلوقتي هتسألني وتقول لي طب ايه هي قصة الشجرة اللي وصل لها سيدنا زكريا؟ انصتوا اصدقائي جيدا الى هذا الجزء. اثناء هروب سيدنا زكريا عليه السلام وصل لبستان، فبص شمال ويمين ما لقاش مكان يستخبى فيه، فانطق الله سبحانه وتعالى الشجرة. دعت سيدنا زكريا بعد ما اتشقت ان سيدنا زكريا يستخبى في داخلها، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. ابليس اللعين كان حاضر في الموقف ده، فقبل ما سيدنا زكريا يدخل جوه الشجرة ويختبئ بها كليا، اخد ابليس طرف من ثياب سيدنا زكريا وخلاه خارج الشجرة. وصل القوم للبستان فبصوا وما لقوش سيدنا زكريا، فوسوس ليهم ابليس اللعين واخدهم وداهم عند الشجره وقال لهم ان زكريا استخدم سحره عشان يستخبى جوه الشجره، وبرهن ليهم بكلامه حته الثياب اللي طلعها بره الشجره. واختلف القوم على طريقه موت سيدنا زكريا، فيهم اللي قال نحرق الشجره باللي فيها، لكن وسوس ليهم ابليس اللعين ان هم يجيبوا منشار شقوا الشجره نصين. فعلا جابوا المنشار وفضلوا ينشروا في الشجرة لغاية لما وصل المنشار لجسد سيدنا زكريا عليه السلام، وفضلوا ينشروا في جسم سيدنا زكريا لغاية لما فاضت روح سيدنا زكريا عليه السلام الشريفة لربنا سبحانه وتعالى، عشان يموت سيدنا زكريا عليه السلام ظلما وبهتانا كما مات سيدنا يحيى عليه السلام من قبله ظلما وبهتانا. الامر اللي مش غريب علينا ومتعودين عليه من بني اسرائيل، هم دول بني اسرائيل. ركز كويس جدا في الحلقات وشوف في كل حلقة بني اسرائيل بتعمل ايه. القصص دي مش للتسلية ولا هو خيال من وحي المؤلف، القصص دي هم عملوها بالفعل ووثقها لينا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. اما عن قصة سيدنا زكريا عليه السلام ونهايته المأساوية فهي قصة جميلة جدا مليانة بالدروس وبالعبر. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. صدق الله العظيم. اتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم. ربنا يا رب ينفعنا باللي احنا بنسمعه وينفعنا باللي احنا بنعرفه. واشكر كل اخواتي والناس المحترمين جدا اللي عندي اللي بتقول لي كلام طيب، ربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتكم. لو عايزين قصة سيدنا يحيى عليه السلام كاملة ومفصلة واحداثها المثيرة وتفاصيلها الغريبة اكتبوا لنا في التعليقات. وفي النهاية حابب أفكركم تدعوا لإخواتكم وتدعوا على الظلمة. دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.